الطلبه النهارده بيركبوا على الترام، بيركبوا على بتاع ده على العجل، بيركبوا على الشبابيك، بيركبوا من خلف الترام، يعني زحمه شديده جدا. 2 مليون طالب في محافظه الاسكندريه مش عارفين يتسربوا النهارده. المشاريع بيستغلوا الظروف، بيقطع المسافه اربع مسافات. هو ممكن تكون مناسبه ليا بس ممكن في طبقات تانية تبقى مش مناسبه ليهم، يعني عشان 5 جنيه بس، هو ده المشكله. يعني التذكره بجنيه، انا كنت بركبها بربع جنيه، انا بربي في يتامى عيلي وعيل الوسطانيه عشان حته الستاره معفنه، حته الستاره وحشه، مفيش. وخمسة جنيه يعني 5 جنيه ممكن تعيشني يومين انا وابني. واحد بيحب ان يبقى في نظافه، في كل حاجه متوفره للمواطن، دي حاجة مناسبة جدا بالنسبة للواحد. يعني الترمايه دي معمولة للناس تانية مالناش دعوة بيها، الله أعلم بيهم. الترام دي معمولة لناس حبيبة، ناس بتاع، احنا بندور على لقمة العيش بتاعتنا. واخد بالك حضرتك؟ النهارده رغيف، أنا عاوز ناكل عيش ولا نركب الترام. واخد بالك؟ الترمايه رايح جاي بجنيه وجاي بجنيه، طب على العيشة تبقى ازاي؟ فاحنا بنقول للمسؤولين بتوع البلد ارحمونا، ارحمونا بوسيلة الترام. الترام ديت واخد بالك انت وسيلة مدعمة، الدولة مدعمة عشان الغلابة. جميل جدا طبعا، عجبني جدا، مريح، ممكن لو الواحد محتاج يشرب أي حاجة أو كده موجودة. أنا ركبت اللي هو دور واحد وأول مرة أركب اللي هو دورين، بس عجبني. راكب الترام فأقول لكم ساري معيش فلوس، أقول لي انزل ونزلني المحطة على طول اللي أنا كنت لسه راكب فيها. واحد مثلا معهوش أقول له مثلا اركب عادي، انا خليه راكب مش ينزل. العربيتين اللي اتعملوا عندنا سواء في ترام الرمل او العربيتين اللي اتعملوا في ترام البلد، ترام الصفرة، هي حاجه كويسه عامه، الناس بتستناها. في ناس بتفضل قاعده واقفه في محطه الرمل او في فاكتوريا او في سان ستيفانو قاعدين بالساعات مستنين الترام دي. واللي بيقول لك ان هي الترام مثلا ما فيهاش ميزه، لا فيها مميزات ياما. هقف بابني في الزحمه، طلعت قالوا لي ب 5 جنيه فقعدت، هعمل ايه؟ ودفعت 5 جنيه، لكن المفروض دي بقت خلاص زي الثانيه، قلت بنص جنيه ركبناها، لكن ليه تعملوا لنا الدور اللي فوق ب 5 جنيه كمان؟ ليه؟ طب ما اللي ب 5 جنيه هي واحده ترام كافيه نزلتوها، ودلوقتي احنا في وقت دروس ويعني كده كده هتبقى المواصلات مضغوطه، فده كده ما ينفعش. في 28 ترام وكل دي 10 كل 3 دقايق ترام، فمش عايز اركبه من 5 عشان اركب اللي وراه. ما ده كل 3 دقايق ترام، لا كل 3 دقايق صدقني، بس هي الاشارات اللي بتعمل الفجوه لو في ساعه الذروه بس. 5 جنيه عشان اركب كافيه وبتاع ولامور، الناس كلها غلابه دايما، الترام دي بتعدي فاضيه، الناس بتخاف منها، حتى لو واحد جاي يعني مش عارف بيروح، خلي بالك دي ب 5 جنيه تذكره بيرجع. 5 جنيه ايه؟ ديت اسمها ترام كافيه، يعني مثلا معايا اسرتي بتفسح بركب فوق بشرب مشروب بتفرج على التلفزيون قاعد على النت، دي حاجه يعني كفسحه سياحه بنجذب السياحه بيها بس. لو ب 2 جنيه تذكره معقوله، لان في ناس بتركب محطه واحده او محطتين. معرفش انا بحسب زي عادي، بنطلع نقعد في الدور اللي فوق بيبقى فاضي، ما حدش قال لي ان هي كده، فانا بقول له المفروض تقول لي، فبساله برده بقول له امال ايه النظام ده؟ يعني انتوا عاملين نظام جديد؟ قال لي اه.